أنت أول مجنون حقيقي تيجي هون هذا. دولة أفريقية لكن في جزيرة كاريبية. لسه لو انخطفت أشرف لي يا جماعة. السؤال اللي بدنا نجاوبه اليوم، كيف جزيرة واحدة في نص الكاريبي مقسومة ما بين بلدين، وهدول البلدين مختلفين تماماً عن بعض بالثقافة باللغة بكل إشي بالتاريخ. هذا اللي حنعرفه مع بعض بفيديو اليوم في هاي البلد اللي ما حدا نصحني أجيها وإجيتها. أنا حالياً تحت خطر الخطف. آخر أسبوعين كان في عدة عمليات خطف لأجانب في هاي المدينة تحديداً اللي أنا فيها وفي هاي المنطقة تحديداً اللي أنا موجود فيها. هذا البلد اسمه هايتي. اليوم أنا موجود في العاصمة بورتو برينس وبدي أخذكم معي لفة. هذا الفيديو أصعب فيديو بصوره لليوم. كل لحظة من تصوير الفيديو كنت معرض لمخاطر كبيرة راح أحكي عنها بعد شوي. أنا عن جد مش حاس بأمان يا أخوان. لهذا السبب الجزء الأكبر من التصوير تم بالسر. هايتي دولة بتتقاسم جزيرة هسبانيولا في البحر الكاريبي مع جمهورية الدومينيكان، وهذا الشيء عمل لي فضول كتير كبير إني أزورها، خصوصاً إني كنت كتير قريب. زيارتي لهايتي بدأت فجراً انطلاقاً بباص نقل عام من الدومينيكان. وصلت محطة الباصات في سانتو دومينغو الساعة 6 الصبح. نسيت شنطتي. Gracias. بقولكم الساعة 6 الصبح مش مصحصح لسه. حجزت باص لهايتي $70 رايح راجع، راح اقعد يومين وان شاء الله خير. وهلا يفصلنا 10 ساعات عن انه نكون في أخطر عاصمة في أمريكا اللاتينية. بعد عدة ساعات بالطريق تغير الشارع الإسفلتي لشارع ترابي، وهيك استوعبت إن دخلنا هايتي، وفعلا الاختلاف واضح من أول لحظة. وصلنا حدود هايتي. أنا مش فاهم إشي، مش فاهم وين الجهات، مش فاهم ولا إشي. الدنيا كتير حر بس الباص من جوا برد، عشان هيك جاكيت. اول ما توصل بيطلعوا ناس على الباص يبدلوا فلوس، بدك تشتري مي، بدك تشتري عصير، كل شيء موجود، بدك تشتري اكل، هون في اكل. الحدود طاعه وقايم. طاعه وقايمه، اربع اشخاص على الماتور طالعين. يا زلمه اتقي ربك، بالسياره ما بتوسع اربعه. شكلي رح اخذ غداي من هون. لقيت كشك ببيع دجاج وسلطه واشياء، وحاخذ لي صحن. شكرا. الشاب هذا لحيني مش عارف ليش من اول ما طلعت من الباص بس بتمشى معي. ولا كيفسي. عدينا الحدود ومظاهر الفقر كانت واضحة المعالم. ما كنت بعرف كتير أشياء عن البلد، بس كنت مرتب نزلة الفندق تبعتي وسائق عشان أتأكد أني أكون بأمان من أول ما أوصل، خصوصا بعد كل إشي سمعته عن هذا البلد والخطر الموجود فيه. طالع. وصلنا. من اول ما وصلت سائل باص بقول لي انتبه. Crazy. What are they saying? They just want money. It's crazy, huh? Yeah, very crazy, man. What's happening these days? Is it safe or? Yeah, it's safe. So, you know, everyone is telling me be careful. You will die if you go. What? No, you know, why they? Yes, they're right. Because there are some parts you cannot go. But it's safe here. الوقت اللي رحت فيه على هايتي كان وقت حساس جدا، لأنه بهاي الأيام لأول مرة الشعب بتدخل أثناء قبض الشرطة على مجموعة من أفراد العصابات، بنزلوا فيهم ضرب بالشارع وبحرقوهم أحياء. More than a dozen suspected gang members were stoned and burned alive by residents in Port-au-Prince. ولهذا السبب الفترة اللي رحت فيها كانت هادئة نسبيا، لأنه العصابات كانوا خايفين من الشعب. بنهاية اليوم رحت على الفندق عشان أريح ونكمل رحلتنا تاني يوم. أول ما وصلت اتفاجأت من كمية الحماية الموجودة على الفندق، وخصوصاً السيارة المصفحة اللي بيستخدمها صاحب الفندق بس كمواصلاته. وصلت الفندق. السواقة بالليل صراحة كانت عن جد مرعبة.
المدينة ما فيها ولا ضوء برا، فبالتالي بتحس حالك ماشي في مدينة فعلا مظلمة، مدينة الموتى هيك. وعلى بعض زوايا الشارع في ناس مشغلين نار وقاعدين بتدفوا عليها وبعرفش بطبخوا. بونجور بونسوار Oh, good morning. How are you doing? Good morning. How are you, Claude? I'm good. Yeah, I'm good. Oh, good? Yeah, for the prince. You know? Ready? Yeah, for the prince. تواصلت مع كلود. هو بيعمل جولات مشي هون في وسط المدينة، أخطر منطقة فعلياً. It's the most dangerous part here. Not most. Oh yeah, downtown is the most dangerous part. We can say that. Really? For the prince, downtown is the most dangerous part. And is it safe for us to go? Well, I mean, I just do what I gotta do. I'm a man. You know what I'm saying? I do that all the time with the people. Nobody don't attack us. God always with me then. Let's I'll go. Do my job. Why did you take your Because I don't want to look expensive. I don't want to look like jewels when I get with people. I don't wear any jewels. And we're out. Yeah, and we're out. You know, this part of France right here, man. It's not a joke. It's not a joke. And especially downtown is not a joke. It's the protest area from Port-au-Prince. Whenever they don't like a president, that's why they do the most protest violence down here. We got the first layer of the independence is right here. The National Palace is down there. The museum, everything is here. When they don't like a president, it's a really dangerous place, man. A lot of protests, people throwing rocks, burning tires, shooting, a lot of stuff's going on. The first leader after the independence, the first leader after the slavery time, they call him Jean-Jacques Dessalines right here. طبعا انا ماشي وحاس كثير انه علي العين. لما طلعت من الفندق كاني طلعت من منطقة الامان تبعتي ودخلت على مش عارف، حاس حالي دخلت على مجزرة، على منطقة حرب. احساس غريب، الكل عم بتطلع علي، يعني في توتر. انا حاس بالتوتر بس وانا بمشي، يعني عم بتطلع حوالي هيك ما بتحس بالامان. لا، فهذا تمثال الزلم اللي ورانا، اسمه جان جاك ديسالين. هو كان اول قائد لهايتي بعد ما قضوا على العبودية اللي كانت موجودة هون. The people you see right here sleeping on the floor, they're running from the gang area because they don't got no place to stay. They're homeless right now. Is drugs a problem here? People smoke weed down here. They don't got a lot of money to do strong drugs. It's not really a drugs. It's most of the gang problem. The gang people fire bullets easily. I don't know how to get weapons. I don't know if the politicians or some people in the private sector, they got big weapons, cost like $4,000 to $5,000 US. You don't know where they came from. They still got bullets on them. Now they use those weapons against the populations. That's why we got right now a lot of homeless on the floor. People don't smoke no big drugs here. Yeah, take care of it. So all the pictures you see here is the people got killed, run to the Protestant town. Was the leader and the protester, they killed him. I heard there's a place called the Iron Market. Iron Market is not a place to go right now. Yeah. I want food. Oh, you want food? I'm gonna find something. هذا الصرح اللي ورانا تم بناؤه المفروض عشان الاستقلال تبع هايتي، لكن بالنهاية الرئيس اللي أمر ببناؤه انقتل قبل ما يخلص بناء المكان، فما كملوا بناؤه. So this is the Haitian Museum. احنا هلا على سطح متحف هايتي بانتيون. هذا المتحف بيجمعوا فيه كل الشغلات المرتبطة بالتاريخ المهم تبع هايتي، بس ممنوع التصوير جوا فاحنا على السطح. Syrian people, the Syrians come from Syria. They are the run in the market business down here. Really? Yeah. I might take you some places I could make you see them there. Yeah. واللي هون السوريين ماسكين كل موضوع البزنس والأعمال. I could make you see one today, yeah. They call him Toussaint Louverture, very famous. Jean-Jacques Dessalines was the strong guy. Him, he was the skill man. هذا الزلم اللي وراي التمثال هو أول شخص هرب من العبودية في هايتي، وبعديه بدأت حملات التحرير العبيد وتحولت هايتي لأول دولة سوداء خارج قارة أفريقيا تحظى بالاستقلالية. He broke the chains here. Who is he? They call him Hiding Nigger. So he ran with a soup right here.
He killed the owner of the plantation. He ran with a stoop and he broke the chains. And then at nighttime he make a noise just to tell people knows that there is a life after the slavery. Yeah. خلينا نحكي عن السبب اللي بخلي هاي الجزيرة جزيرة هسبانيولا مقسومة لجزئين ما بين هايتي وما بين جمهورية الدومينيكا. السبب بالأساس يعود للاستعمار، الاستعمار الإسباني والاستعمار الفرنسي. بالبداية أول ما لقوا هاي الجزيرة لقوها الإسبان، لكن مع الطمع الاحتلال واستعمار العالم الجديد فرنسا صار بدها حصة بهاي الجزيرة، وبالتالي عملوا اتفاقية مع كريستوفر كولومبوس إنه يتقاسموها. دخلت السوق المحلي، في عنا خضار، في عنا بصل، كل شيء موجود، ملابس. بذكرني هذا المكان كأني في واحدة من المدن الأفريقية اللي رحناها، والأسواق زي السوق تبع أثيوبيا إذا بتتذكروا، لأنه الغالبية العظمى من الناس الموجودة هون هم أحفاد الناس اللي جابوهم الفرنسيين كعبيد على هاي البلد. لما طلعوا الفرنسيين ضلوا لحالهم واستقلوا بنفسهم، فهم فعليا دولة أفريقية لكن في جزيرة كاريبية. والشي اللي بيصنع الفرق الأكبر بين هايتي والدومينيكان طبيعة الاستعمار الفرنسي اللي كان متطرف وعنصري أكثر بكتير من الإسباني. فرنسا منعت تماماً الزواج بين العرق الأبيض والأسود، استغلوا غالبية الأراضي الزراعية حتى تصحرت، ولما رحلوا فرضوا ضرائب باهظة مقابل الاستقلال. ما حد بده يتصور، فأنا عم بصور هاي عشان تشوفوا الأجواء يعني. وكل هذا مع الفساد والفقر وانتشار العصابات خلى هايتي تكون الدولة الأسوأ حالاً في كل المنطقة، والأخطر أيضاً. رح نحكي بالموضوع بعد شوي. Why there's a lot of people selling speakers? Okay, well, because Asian love like music so a cloud, like noise and stuff. Even they don't make any party, but they make big noise. And then the second money is like this, because there's no electricity. They use the solar a lot. أنا بعرف أكل شارع، مشروبات تشربها بالشارع، شغلات زي هيك، حرف محلية. أما كمية الشغلات اللي عم بلاقيها بالشارع في هالبلد مش طبيعي. عنا الألواح الشمسية، السبيكرز أكتر إشي لقيته، سلاك، لابتوبات، تليفونات، يعني كل إشي. هاي هناك في غسالات، كولر، مش طبيعي كل إشي. Why everything is sold on the street? They don't got no downtown anymore after the earthquake. People, they're looking for a safe place to be. Every time they're somewhere, there's a situation that now they have to move one place to another place just to get a safe. See? Yeah. So they live like a community together that they know each other. They don't pay any place just to put it. And plus they got much security because they live together. But back then they used to rent places. When they rent places, they don't see no protection. Anybody can club them, rob them, do anything with them. And then they become like a strong to fight against the game. هاي الأراضي اللي وراي كانت بالسابق أبنية زي هدول، لكن مع الزلزال اللي صار هبطت كلها على الأرض وصاروا يستخدموها زي كراجات زي ما شايفين وراي. Because of the kidnapping situations going on here, every area, every block, they put this just to keep the country, to keep the neighborhood safe. It might take you like one or two minutes just to come up. And maybe like people could run after you and hurt you. بقول لك بنوا المطبات في الحواري بس عشان موضوع الخطف اللي بيصير في هالبلد، عشان إذا كان حدا مسرع خاطف حدا ومسرع بسيارته وفي ملاحقة ما يقدر إنه يسرع كتير. عسى لعله وعسى الشرطة تمسكه. The one who make it is the community or the government? No. People in the community, they do that just to protect themselves against the kidnapping situations going on here. That's the coffee. That's an Asian coffee. Me ba na u. Coffee. Man, hold it. Just take a look then. But it smells a little bad then. قهوة عن جد زاكي. Good. What is smelling? Does it smell like your country or what happened? Enjoy this one. A lot of sugar. Yeah. A lot of sugar for real. Yeah. Three religions are really popular down here. It's Protestants and Catholics. Not even 1% Muslim. No Muslims here? No, not really. Why? No, because they don't know about it. Mm-hmm. I mean, Catholic came and Protestants came
But Muslim right now, I think he's like too far away. But this is a Catholic church. عجيب كيف بيشربوا القهوة هون بطشت بلاستيك. مش عارف كيف الأبريق صار هاي. Let's go. Come on. Yeah, keep going. آخر ما مرة دخلنا فيه الناس عصبوا ما أقدر تصور. عن جد كانوا معصبين ما بعرف شو عمل. What happened there in the street? Dangerous man. Danger. Problems here downtown man. Guns and stuff. Gangs members. A lot of times fight with the police. So some neighborhood you just don't need to go there. I can't say good Selma, my name you good day. Ice in my upper in my mind. Ice. This is a glass now. Just do that, man. Do that. I explain to you later. Just do. keep the views, man. Keep that image. Remember so first come where. He doesn't want, huh? He's just crying for nothing, man. He said, are you take my photo? I'm buying f***ing Fresco from you, mother. It's all transition, man. What's our little eye? ب 2010 صار زلزال قوي جدا على هايتي، يمكن اغلبكم بيعرف عنه، والبلد كلها تدمرت. فهذا احد الاثار الباقيه من الدمار اللي صار. زي ما شايفين الابنيه كلها مدمره، زي ما صار في سوريا وتركيا. شفنا من فتره في 2010 كان في زلزال مدمر جدا حصل في هايتي، نص البلد صارت على الارض. هذا احد الاثار الضاله كمان. And you see the sticks. Nothing really left. Only the miso sticks right here. Everybody was on the floor. They're dead. Gone. Two art museums. Yeah. Now you get to do okay. And they're still living here. Some homeless people, they come here. They don't got no place to go. If you homeless, you got problems. Now you got to find somewhere to sleep then. دخلت على هذا المكان معرض فني لوحدة مفروض فنانة في هاي المنطقة وبتعمل هاي القطع الفنية. This is a woman. She's a really encouraging woman. She's the one that organized all that. She been in France and in Germany. She been there for real. Yeah. Amazing. يعني هذا واضح إنه عاملة شكل بني آدم من شغلات مختلفة. كل رسمة عندنا بتمثل إشي معمولة بس من الخردة. كل شيء بتعمله بس من الخردة. So let's say like this tire is here. They burn them. This is okay. We stop burning them. We don't burn them no more. Some places they said we don't burn them. We do art with them. Everything came from scrap. Metal was on the floor everywhere. Remember this here. Yeah. Wow. You see every little kid, everything is art here. Art. Good metal, you know. You go over. Right, this is me, yeah. Poor place. But a lot of good kids do some good work here. You will see, you'll be surprised. Why not? This man here is one of the leader. That's the second leader of the art. New okay. Vision artist. New Vision Art School. School. Yeah. Oh. All right. Yeah. Sebastian, I'm a cafe, no, but I'm yeah. Go. Go. How are you? I'm good. Tell me about this place. So this place is yeah. An art school. I teach kids from art. Where you are right now, it's a really, really dangerous neighborhood. But I mean him, what he's doing is helping the kids just to get away from the gang problems. Drop the weapons and come do something here. And why did you start it? I started this art school because I think art can help this community. Art can heal souls. المنطقة اللي احنا فيها جد خطيرة يا جماعة. انا عن جد خايف وانا بمشي وانا بصور، لكن اول ما دخلنا هذا الحي حسيت صار في اختلاف. الناس كلهم الطف من الناس اللي برا. في فن، الناس عم ترسم، عم بيحكي انه في امل شوي للاولاد الصغار بدل ما يصيروا مجرمين يصيروا فنانين، وهذا اللي عم بيعملوه هون. فبرافو عليهم صراحة. فجأة لقيت حالي طلعت بالسيارة مع الشباب واخذوني على المكان اللي كانت تخدم فيه قوات الشرطة الخاصة الأردنية، وقت ما كانوا مع قوات حفظ السلام. سرية الشرطة الخاصة الأردنية الثانية. الله الملك بضل الوطن، بس شكله شالوها. الأردن أولا. أوكي سمحوا لنا ندخل. أوه. هذا المكان اللي كانت تخدم فيه القوات الخاصة الأردنية،
ما كنت متوقع اجي هذا المكان، حسيت حالي والله بالبلد. الاردن اولا، الله الوطن والملك، علم الاردن. اوه الشباب كلها هون كانت كاتبه اسمائها، احمد الحرسيس، محمد الدرابشه. لو حدا بيعرف حدا من الشباب اللي كاتبين اسمائهم يبعث له الفيديو. الله، سليمان الروسان، سليمان الروسان، لا تتكلم الا اذا رايت الكلام. عم بتطاوشوا، مش عارف ليش بتطاوشوا، بس الواضح انه كان غلط دخلتنا هون. If I walk here by myself, what would happen? Nothing. And it's safe here? Yeah, it's safe. So I don't think nothing will happen. No, but don't say that. Don't say that. If you walk by yourself here, you got a lot of chance to be seen by some people. It's a really a dangerous place. So I don't think so because he's strangers. No, but don't say that, man. Don't say so that. So they give respect for the strangers. Alone, a lot of strangers have been victims in this country. From all over around here, it's happening. It's happening. شايفين هذيك السيارة؟ هذيك اللي بتحارب العصابات. لأن طلعنا مع ناس من المكان صار شوي أمان. What message do you have from Haiti to the world? So some people think there are many trouble in Haiti. I know that's really true, but there are many good things there as well. Thank you. You're welcome. السلام عليكم، كيف الحال؟ اخبارك؟ قال لي في واحد سوري موجود هون بيشتغل، بدي اتعرف عليه. كل السوبر ماركت هون للسوريين. بالله عليك، كيف امورك؟ شو جايبك على هايتي؟ لا هون في جاليه قديمه هون، يعني والله من الستينات فيك تقول هون. انت عائلتك من الستينات؟ لا لا، انا جيت بشتغل عند جماعه سوريين هون، بس في عيال لهم زمان. كم لك يعني؟ انا لي هون من 2007 تقريبا. هاي المنطقه مالها؟ اشتغل الرصاص، بلشوا يطخطخوا. بس طبيعي هذا الاشي يعني ولا؟ لا لا لا، هلا الفترة في حرب بين العصابات والشرطة. اوكي راح الرصاص. They came with some pieces, they put a car wool on them. They paint some like artist names on them. بدنا نتغدى، حنتغدى من هذا المكان. الفرنسيين استوردوا العبيد من دولة بنين، دولة فيها الفودو، ديانة السحر الأسود، ولهذا السبب ظلت هاي الديانة معهم لما وصلوا هايتي وبمارسوها لليوم. أخذني كلود على مكان حكالي إنه متعلق بالفودو وتركني لوحدي. ما فهمت شو اللي صار، بس كنت سامع صوت الرصاص بالخارج، منعوني أطلع من الغرفة وحكولي إنه كلود روح. ما فهمت شو اللي بدهم إياه مني، وهون أنا فكرت حالي مخطوف. لسه لو انخطفت أشرف لي يا جماعة. عزيدي دوتو، عزيدي دوتو. بعد ربع ساعة من عدم قدرتنا على التواصل مع بعض، أخيرا وافقوا لي إني أطلع. أقسم بالله العظيم حسيت حالي مخطوف. ما وير آر يو؟ I did not understand anything. So what's the situation right now? I don't know, like I don't know what happened. They asked for money, I don't understand for what. And nothing happened, I just see c'est just les visiter, les buy un bagage qui ça gagne, qui ça de nouveau. Watch me. $600 même dit ça. $600. Mais moi $100 faire visiter ça pour sortir. انا عن جد مش حاسس بامان يا اخوان. Man, let's just go to the hostel. I wanna go to the safe area, please. It's enough. That was like too much.
But why did we pay them? They did not allow me to go out. That's why they keep you in there. Yeah, they keep me inside. And now they try to make you pay for the spirit. I did not do anything. All right. I said I want to go to the voodoo market, not to have voodoo bullshit. Okay. Nothing no, happened. No, that's something. It's something. That's what they call spirit. It's something. But why did I go there? Why did I pay $10 now? Just for the spirit. For the spirit? Yeah. دفعني 10 دولارات عشان زفت spirit قال. What spirit, man? This is a scam. This is a scam. I told you I want to go to voodoo market. No, I did not want to go no, to this. No, this is a voodoo peristyle there. Huh? That's a voodoo peristyle. Peristyle? Yeah. Yeah, let's just go back to the hotel. I got enough. Yeah. Really? Yeah. Here, man. We will reach the hotel in 2 minutes. بهاي الأثناء وصلني تليفون من ضابط أردني عرف عن وجودي بالبلد. ضابط عمله مع جهاز مكافحة الخطف في هايتي، حكالي إني أترك كل شيء وأسافر بأسرع وقت. بستنونا بالسلاح عشان يتأكدوا إنه فيش معانا حدا خطير، لأنه عم تصير عمليات خطف كتيرة لأجانب عشان يطالبوا بفدية. كان إني أزور مناطق أخرى بالمدينة، لكن أخذت بنصيحته وقررت أروح تاني يوم بدون ما أزور أي منطقة أخرى. تواصلت مع شخص أردني عايش هون عنده سوبر ماركت، فجاي أتعرف عليه أشوفه في منطقة تانية. كثير خوفني من المنطقة ومن البلد ومن كل شيء. خلينا نروح نسلم عليه. يا هلا، أخبارك؟ كيف الأمور؟ تقول لي خطيرة البلد؟ ما بتنصح الناس يجوا سياحة هون؟ لا ولا أنا صراحة. قلت لي مكان السرية الأردنية اللي روحتها، شو في هناك؟ شو المنطقة هاي؟ مركز العصابات، مركز العصابة داون تاون. يعني أنت ما بتنزل هناك؟ أعوذ بالله. ليش؟ عصابات ما فينا، إن كان لنا محل هناك سكرناه من شيء 5-6 سنين. أوف. آه والله. وهلا ما حدا بيروح هناك؟ لا لا لا، ما في حدا بيروح هناك إلا أنت. اوكي. ايام الزلزال كان شوي احسن، هلا مع الاصابات الذبح والخطف والقتل كله هناك اكثر شيء. البوليس المحلي ما في يوصل هناك. في بوليس ما بيقدر يوصل. بخافوا طبعا. الجزء الاكبر من الكلام اللي حكيته مع الناس اللي قابلتهم ما حبوا يشاركوه على الكاميرا لاسباب كثيره، بس اللي مهم تعرفوه انه فعلا وضع البلد سيء. في حدا قبلي اجى اردني او عربي بشكل عام هيك جاي سياحه؟ لا والله، انت اول مجنون حقيقي بتيجي هون هذا. أول واحد. أول مجنون. وأول واحد مجنون بيجي. مع الأغلب هنا. آخر واحد. وعلى الأغلب إن شاء الله ما بترجع، وإذا بترجع أنا بدي من المطار أحط اسمك. والله تشرفت فيك، شكراً كثير. حكى لي كل إشي عن وضع البلد. ويا حجة لا تطلعيه على بلد زي هيك. أوكي؟ قول له يسأل عنها بعدين يطلع. طب بدي أروح كل بلد في العالم، ما أنا. ما هو يسأل عن البلد في العالم شو الوضع فيها بعدين يطلع. فسألت. شو سألت؟ مين سألت؟ واحد سألته. سألت واحد أعمى لا بسمع ولا بشوف. Hear what? Hear. The people doing anything. They don't respect nothing. اليوم أنا مروح، هلا أنا في محطة الباص، لكن المشكلة إنه الطريق اللي باخذه الباص وصار حالات خطف قبل من الباص نفسه، وهذا اللي مخوفني، ويعني عن جد مش مصدق ونوصل لحدود. فإن شاء الله خير. كانت رحلة موترة، بس أخيرا أنا هلا على حدود هايتي. أنا على حدود هايتي طالع على الدومينيكان وخلصنا. يعطيكم العافية. I was in Port-au-Prince. That's Haiti? Yes. And they tell me he's like kind of dangerous over there. Very dangerous. Yeah. شو بتعملوا في هايتي؟ عايشين. كم عليك؟ Surviving. 10 سنين. وانت؟ 18 سنة. 18 سنة. مبسوطين هون ولا لا؟ في البداية كانت حلوة العيشة، بس تعودتوا هلأ على الوضع؟ تعودنا. بنتمنى هتكون أفضل يا رب. وميشيل مشغول صح؟